ونبدأ نشرتنا المرورية من كوبري أكتوبر واللي بيشهد بعض الكثافات المرورية عند رمسيس وهتبدأ تقل لحد ما نوصل لغمرة. أما بالنسبة لكوبري 15 مايو فالمتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية نسبية. أما شارع بور سعيد من نزلة كوبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء. تظهر بعض الكثافات المتحركة على الكورنيش من المعادي وصولا لمناطق وسط البلد ومن قصر النبي لغاية القصر العيني. بعض الكثافات البسيطة كمان في شارع رمسيس وصولا للعباسية ومحور النصر لغاية المنصة وشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي وميدان المستشار هشام بركات. نروح لمحافظة الجيزة الطريق الدائري فبيشهد سيولة مرورية باستثناء بعض الكثافات عند النزلات بخصوص محور 26 يوليو فبيشهد سيولة مرورية خصوصا بعد وجود بديل لمحور 26 يوليو البديل للقادم من أكتوبر والمتجه مباشرة إلى جامعة الدول العربية وسفينكس وأحمد عرابي. كمان شارع فيصل فبيشهد كثافات مرورية والكثافات دي بتزيد كمان مع ساعات الذروة وشهد كمان ميدان مصطفى محمود انسيابيا في حركة العربيات الجاي من شارع جامعة الدول لغاية مطلع كوبري 15 مايو. خلونا نروح دلوقتي محافظة الإسكندرية وفيها كثافات مرورية عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش وكثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما بقى الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر فيه كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب ونفس الموضوع في شارع عبد السلام عارف واللي بيشهد كثافات مرورية لكنها متحركة. نكمل جولتنا المرورية ودلوقتي هنروح لأسوان وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بتشهد سيولة مرورية على طول الشارع ونلاحظ كمان إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار واللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية وكمان في كثافات في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي لمستشفى أسوان الجامعي هيكون في بعض الكثافات المرورية. خلونا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. والنهاردة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره في الصباح الباكر مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد. درجة الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة هتكون 27 درجة مئوية وفي مطروح 26 درجة أيضا أسوان العظمى فيها هتكون 33 درجة.